أبو توبر أو حاتم قازم قدر يخلق حالة من الرعب في شوارع بغداد، واحد من أخطر المجرمين والسفاحين. بسببه أهل بغداد كانوا بيحرسوا بيوتهم بنفسهم، كتلة من الأمراض النفسية وعقل إجرامي ملوش مثيل. 1932 اتولد أبو توبر أو حاتم قازم، وسبب تسميته بأبو توبر إن الساطور في العراق بيطلق عليه توبر، وإن حاتم قازم كان بيستخدم الساطور في قتل ضحاياه، وعلشان كده تم إطلاق عليه لقب أبو توبر. بس قبل ما ندخل مباشرة في القضية المعروفة بقضية أبو توبر، خلينا الأول نعرف إيه الأسباب اللي وصلت حاتم قازم للمرحلة دي. 1951 اتخرج حاتم قازم من الجامعة واشتغل في الشرطة العراقية، لكن بعد فترة قليلة تم فصله، وده بسبب أخلاقه السيئة وسلوكه الغريب اللي كل المحيطين كانوا واخدين بالهم منه. وبعد فصله من الشرطة قرر ان هو يلتحق بالكلية الجوية، وخلال فترة دراسته كان في تدريبات كتير بتحصل على طيارات حقيقية، لكن تم فصله من الكلية الجوية، وده بسبب انه كان بياخد الطيارات في فترة التدريب، وكان بيروح اماكن محدش يعرف عنها حاجة، واشهرها انه كان بيروح بيت حبيبته بالطيارة علشان بس تعرف ان هو اللي طاير فوقيها بالطيارة. فساعتها القادة في الكلية الجوية حسوا انه غير سوي نفسيا وما ينفعش يشتغل طيار، وتم فصله. فقرر حاتم انه يسافر على الكويت علشان يشتغل هناك، وقعد هناك سنة واحدة بس، وبعدها تم فصله من العمل، وده برضه بسبب سلوكه الغير اخلاقي، ورجع تاني على العراق. لكن الغريب انه بعد ما رجع العراق اشتغل محاسب مالي في واحدة من الجهات الحكومية المهمة، وهي دائرة الاوقاف في محافظة كركوك، ولكن تم فصله بعد فترة قليلة، وده بسبب اختلاسه للأموال من دائرة الأوقاف في محافظة كركوك، واتحكم عليه في قضية الاختلاس واتحبس لمدة 2.5 سنين، وبعدها خرج من السجن. فقرر انه يسافر أوروبا، وقرر كمان انه يلاقي حياة جديدة مختلفة عن كل اللي عاشه قبل كده، سواء في العراق أو في الكويت، وسافر أكتر من دولة في أوروبا، منها النمسا، بلجيكا، اليونان، فرنسا، لحد ما استقر في ألمانيا. وفي ألمانيا استغل حاتم قدرته على التحدث بلغات كتير، طبعا العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. وأول حاجة قرر إنه هيشتغل فيها هي تهريب السيارات، وبدأ يهرب السيارات من ألمانيا واليونان، واشتغل مع أكبر المهربين في ألمانيا، وبدأ يتخصص في تهريب السيارات والسلاح. لكن بعد فترة قصيرة اتقبض عليه في أوروبا بسبب قضايا النصب والاحتيال والتهريب، وتسجل لمدة 10 شهور، وخرج من السجن، وقرر إنه يرجع للعراق ويستقر فيها. ومن هنا تبدأ حكاية أبو توبر بشكلها الكامل. سنة 1970 بعد ما استقر في بغداد، قعد لمدة 3 سنين يكون أكبر تشكيل عصابي من عيلته علشان يبقى ضامن إن كل الخطوات اللي هتتم تكون في سرية تامة، وقعد يدرب في العيلة ويوزع الأدوار عليهم علشان كل واحد يلتزم بدوره، بداية من إخواته الاتنين حازم وغالب، ووالدته أحلام وزوجته سجدة. حتى أخته وابنها حسين كانوا مشاركين معاه في نفس التنظيم العصابي الكبير ده. وقرر أبو توبر إن حسين ابن أخته يبقى المساعد الشخصي ليه دايما في كل الجرائم اللي هو هيرتكبها بنفسه، وإن سجدة زوجته دورها مهم جدا في كل الجرائم. كانوا لما بيختاروا بيت معين علشان يسرقوه، كانت سجدة بتروح البيت ده علشان تشتغل هناك خادمة، وتقعد تشتغل في البيت ده لفترة قليلة، وخلال الفترة دي بتكون بتجمع معلومات كافية عن البيت وعن العيلة وعن كل الممتلكات، علشان لما هيقرر أبو توبر هو وحسين إن هما يروحوا يسرقوا البيت يكونوا عارفين كل التفاصيل عن البيت ده. وأفراد عيلة أبو توبر كان تقسيمهم كالتالي: إن أبو توبر وحسين هم الناس اللي هتنفذ، وإن سجدة هي اللي بتجيب المعلومات، وإن باقي أفراد العيلة دورهم إن هما يتصرفوا في المسروقات ويبيعوها بطرق مختلفة ويجيبوا مكانها فلوس. أبو توبر كان مقرر إن أي جريمة سرقة هتحصل لازم يقتل كل أفراد العيلة اللي موجودين في البيت، علشان مفيش أي حد يتعرف عليه وما يسيبوش أي أثر ليهم مهما كان. الحاجة التانية إن بيتم جمع كل الممتلكات المسروقة من البيت، ويتم وضعها داخل العربية الخاصة بالضحايا، ويتحركوا بالعربية بشكل طبيعي قدام الناس، وبعدين بيسيبوا العربية في مكان بعيد ومخفي عن الأنظار، لحد ما الشرطة تكتشف الجريمة أو تكتشف العربية بالصدفة، وتبدأ التحقيقات علشان يعرفوا أسباب الجريمة دي إيه. وبدأت عمليات السرقة سنة 1973، وأول جريمة ليه كانت في بيت شخص يهودي كان عايش في بغداد، ولما دخل البيت وضربه بالساطور على دماغه ومات في ساعتها، ما
بعد ما فتش البيت اكتشف ان الراجل ما يمتلكش اي حاجة، لكن ابو طبر ما يأس وبدأ يكمل الخطة بتاعته بشكل طبيعي. ولان كل الجرائم اللي الشرطة اكتشفتها في الفترة دي لقيتها كلها انها مضروبة بالسطور على دماغها، تم اطلاق لقب ابو طبر من اهالي بغداد ومن الشرطة على الشخص ده المجهول اللي محدش يعرف هو مين. وبدأت حالة الرعب والذعر موجودة في شوارع بغداد وبين اهالي بغداد، لان كل الناس ما كانوش عارفين هو مين ابو طبر ده. وخلال سنة 1973 ارتكب جرائم كتير كلها بنفس الشكل، ومفيش اي دليل يدين ابو طبر او العيلة كلها، لحد ما ارتكب ابشع جريمة في بغداد. في اواخر سنة 1973 قرر انه هيسرق بيت عميد شرطة اسمه بشير احمد السلمان، وفضل مستخبي جنب البيت اكتر من 11 ساعة يراقب العميد وعيلته علشان يتأكد ان هم ناموا. واول ما ناموا دخل عليهم البيت وقتلهم كلهم بالسطور. لكن بعد ما قتلهم قرر ان هو هيشيل جثث الموتى كلهم ويدخلهم على البانيو في الحمام، ويحط كل الجثث فوق بعضها في البانيو، وبعدها خد جثة مراته وحطها على السرير لوحدها، ويقال انه اعتدى عليها بعد ما قتلها. وبسبب الجريمة دي شهرة ابو طبر بقت موجودة بشكل اكبر بكتير، لانه مراحل السرقة اتطورت جدا، لانه بقى يسرق شخصيات مهمة جدا، وبقى يسرق في اماكن صعب جدا السرقة فيها، لدرجة ان الحرامية في بغداد في الوقت ده بطلوا يسرقوا لانهم كانوا خايفين ان يتم اتهامهم ان هم ابو طبر. لحد ما حصلت جريمة تعتبر هي الاصعب في حياة ابو طبر، انه قرر انه يسرق بيت يبعد بس 200 متر من القصر الجمهوري في بغداد. وده معناه انه ما كانش فارق معاه اي حاجة. دخل البيت ولقى العيلة قتلهم كلهم، ودخل على الخادمة اللي كانت في البيت وضربها برضو بالسطور. وبعد ما سرق كل اللي موجود في البيت وتحرك بعربية الضحايا، المفاجأة انه الخادمة ما كانتش ماتت، وان الضربة اللي خدتها من ابو طبر على راسها بالسطور عملت لها جروح قوية لكنها ما ماتتش. تم نقل الخادمة على المستشفى وفضلت في فترة علاج كبيرة لحد ما بدأت تفوق، والاجهزة الامنية عرفوا منها مواصفات الشخص اللي دخل ضربها اللي هو ابو طبر. ومن هنا كانت بداية نهاية ابو طبر، لان الاجهزة الامنية بقى عندهم اوصاف واضحة لشخصية ابو طبر. ابو طبر بعد الجريمة دي وتحديدا انها بجانب القصر الجمهوري بقى عنده كبرياء غير عادي، بقى يسرق في اماكن صعب جدا السرقة فيها. وفضلت جرائم ابو طبر مستمرة لدرجة ان اهالي بغداد كانوا بيحرسوا بيوتهم بنفسهم بالليل، وكانوا بيحرسوا بيوت جيرانهم كمان. الشرطة العراقية في الوقت ده استعانت برجال امن من فرنسا ومن الاتحاد السوفيتي في محاولة للقبض على ابو طبر، لكنهم برضو فشلوا يلاقوه او حتى يلاقوا اي اثر ليه. لحد ما وصلنا لمنتصف عام 1974، ابو طبر قرر انه هيدخل بيت طبيب عراقي هو عارف انه مسافر، ودخل البيت علشان يسرق بس من غير ما يقتل حد. وما كانش ابو طبر عارف ان في حارس شخصي موجود جوه البيت. الحارس مجرد ما لمح ابو طبر وهو داخل نده بصوت عالي على كل الجيران، واتصل بالشرطة، والجيران كمان اتصلت بالشرطة. اجهزة الامن اتحركت بسرعة وحوطوا البيت وقبضوا على ابو طبر. ابو طبر في البداية انكر كل الاتهامات الموجهة ليه، وانكر تمام ان هو ابو طبر، لحد ما تم استدعاء الخادمة وهي الشاهدة الوحيدة اللي شافت شكله ساعة لما اعتدى عليها في البيت اللي بجانب القصر الجمهوري. الخادمة اول ما وصلت وشافت ابو طبر اتعرفت عليه، وهو كمان اول ما شافها اضطر يعترف بكل الجرائم اللي عملها. وبدأت محاكمة ابو طبر بشكل علني قدام كل اهالي بغداد علشان ينتهي كابوس ابو طبر في عقل واذهان اهالي بغداد. وتم اصدار الحكم عليه بالاعدام، وسنة 1976 تم اعدام ابو طبر، وانتهت واحدة من اكبر الكوابيس والقضايا المشهورة في العراق. سلام عليكم.